بسم الله، احنا بنتكلم على حاجه اسمها ريستفول اي بي اي، واسمها قديما كان اسم جميل قوي، كان اسمها الويب سيرفيس، تمام، بس تجددت كلمه ويب سيرفيس مع فكره ان الجيسون دخل، فبقينا بنستخدم حاجه اسمها ريستفول اي بي اي، ودي من الحاجات اللي هي مهمه جدا ومستخدمه في الواقع الحالي في الشركات وفي العمل، وحاجه من المفترض ان الناس تهتم بيها لان ليها شغل كتير وتفاصيل المفترض الناس تتابعها، شيء مهم يعني. طيب ريستفول اي بي اي ببساطه قلنا قبل كده في الفيديوهات وهنجدد اكننا اول مره بنتكلم، هي مجموعه من الفانكشنز انت معموله، بس الفانكشنز دي انت عاملها بشكل ما وسايبها على الانترنت، وسايبها على الايه؟ على الانترنت، بحيث ان الناس تقدر تستفيد من الخدمه العامه اللي انت بتقدمها، من الخدمه العامه اللي حضرتك بتقدمها. وبالتالي في خدمات عامه منتشره على الانترنت ممكن نستخدمها، وممكن يبني السايت كله اللي هو هيخدم على موبايل ابلكيشن او هيخدم على ديسكتوب ابلكيشن او يخدم على ويب ابلكيشن اخر او يخدم على اي حاجه كخدمات كفانكشنز. هي اي بي اي اختصار ابلكيشن بروجرامنج انترفيس او بروجرامبل انترفيس، يعني هي اكنها دي فانكشن ودي فانكشن بس كلها كود، مفيش انترفيس، لكن في الانترفيس هي عباره عن مقصود بيها انترفيس بروجرامنج، يعني برمجيه، يعني شكل برمجي تقدر توصل ده. في ناس بتبني السايت بتاعها او الموبايل ابلكيشن بتاعها او اي شيء، وده الصح انا من وجهه نظري، كباك اند كلها بتتبني ريست فول اي بي اي، الباك اند كلها بتتبني ريست فول اي بي اي، ويجي عند الفرونت اند بقى يشغل بقى ويب تاني، يشغل موبايل ابلكيشن تاني، يشغل اي حاجه تاني، مش فارقه معاه، تمام. فطبقا ان احنا لسه ما اخدنا، طب بس هي كل الريست فول اي بي اي ويب، كل الريست فول اي بي اي هي عباره عن ويب. وبالتالي احنا ما اخدناش حاجه ويب، ما بنشتغلش ويب لسه في المستوى ده، وبالتالي مش هنقدر نبني الباك اند بتاعت الويب وتفاصيلها والكلام ده كله، لسه ما وصلناش للمستوى ده، او ده المستوى الخارج لسه الاطار بتاعه. قلت له ماشي، بس في حاجات مبنيه على الانترنت جاهزه نقدر نستدعيها ونشوفها ونتعامل معاها ونشوف الدنيا ماشيه ازاي كامثله يعني. على سبيل المثال بتلاقي اغلب اليو ار ال او العناوين بتاعتنا في الغالب بتبقى مثلا HTTPS، تمام، كولون وكده، وبعد كده في عندي مثلا API، ده اسم السب دومين بتاع السيرفر، ده اديكم الجنرال الحاجه الاساسيه العامه، تمام. وفي هنا ويب سايت او دومين ما على الموقع بتاعك، تمام، او بتاع غيرك .com .net .io اي حاجه، تمام كده. وبعد كده في مثلا هنا بقى الاوبجكت اللي انت شغال عليه، الاوبجكت اللي انت شغال عليه، وبقى الاوبجكت مثلا شغال على انتريز، شغال على كاستمرز، شغال على اوردرز، شغال على ايا كان انتيتي، مثلا ممكن تسميها انتيتي او الاسم. وبعدين بيبقى في بعد الانتيتيز ديت ممكن نحط الفارمز بتاعتنا العاديه اللي هي كيو فاليو كيو فاليو كيو فاليو، يعني كبارامترز او كبارامترز او كارجمنتس او ك فاليوز احنا عايزين نبعتها. ده الشكل العام، ده بنسميه اند بوينت، ده بنسميه الاند بوينت. مش بنخش في تفاصيل كتير، تعالى نقول لو في اند بوينتس شهيره، اند بوينتس شهيره موجوده على الانترنت ممكن نستخدمها ونجرب فيها ونفهم الفكره، عشان احنا مش عايزين نبنيها، احنا عايزين نتعلم ازاي نكلمها ونجيب منها بيانات ونفهم منها معلومه، ونفهم منها ايه؟ معلومه، وده الاصل عايزين نعرفه. ففي مثلا لو انا اخدت كده في موقع شهير بيقدم خدمه معروفه كل الناس بتستخدمها وكل موقع بتستخدمها. بل الدومين بتاعه اسمه اكسشينج، تمام؟ اكسشينج ريتس اي بي اي على ما دوت اي او، تمام. ده بيعمل ايه؟ العملات فكره بسيطه ومعروفه، تمام، ان انا بيبقى عندي كل عمله لها مقابل، كل عمله لها مقابل، خلاص، عشان اقدر اغير
اعرف دلوقتي الجنيه بيساوي كام دولار؟ انا مش عارف، بس ممكن يتغير. بس انا في عندي عمله بيز اللي هي مثلا قد تكون الدولار، اليورو، مش عارف ايه ايا كان، وعمله اخرى انا بحول اليها عشان اعرف مقدار التحويل واعرف الرقم دلوقتي بيساوي كام ومنه اعمل عمليات بتاعتي الى اخره. طيب ال دوت اي او الانتيتي هنا بنكتب ليتست، تمام، والبارنس بتاعتي هنا هتبقى حاجه اسمها السيمبلز، تمام، ودي هتساوي مثلا هقول له العمله اللي انا عايز اللي انا عايزها واللي انا عايز اغير ليها. يعني مثلا هقول له انا مثلا عايز يو اس دي، تمام، يو اس دي اللي هو هو الدولار، والاي جي بي مثلا، صح ولا غلط؟ الاي جي بي اللي هو المصري، تمام، وهو كده بالشكل ده هيبدا يحول لي النتيجه بتاعتي. طيب طبعا دي في عمليات، دي عمليه اسمها جيت، يعني انا بس بستعلم عن شيء فانت بتجيب لي نتيجه، انت بتجيب لي ايه النتيجه. لو انا رحت على سبيل المثال كده على السايت هنا وقمت قايل تعالى نجرب العنوان ده كده على السيرفر هنا، اللي هيحصل لما بتخش على العنوان ده، لاحظوا اللي حصل، قال لي في ايرور في الاي جي بي، هو كان الاي جي بي خسرها يا شباب، ممكن يكون بروجرام، عايزين نفهم الفكره فين؟ قال لي الريتس بتاعه الدولار، تمام، والريتس بتاعه الجنيه الاسترليني البيز على يورو، وجاب لي تاريخ عمليه التحويل، وجاب لي تاريخ عمليه الايه؟ التحويل. البيان ده لما تيجي نبص له، هو جسم ولا انا غلطان؟ هو جسم، هو في الاول وفي الاخر جسم، ودي اسمها اند بوينت، وعباره عن يو ار ال لما بطلب منه بيجيب لي نتيجه معينه. بس لا، مش بس، ممكن يكون في منه عمليات اخرى، اقدر اضيف، اقدر اعدل، اقدر احذف، وده اللي بنستخدمه في العمليات الطبيعيه على البيانات اللي هي الكراد اوبريشنز اللي احنا عارفينها. كراد اوبريشنز لما تيجي نضيف، بيبقى النوع العمليه هنا، النوع العمليه اللي قدامك دي اسمها جيت يا شباب، دي اسمها جيت، انا بجيب حاجه. لما اكون بتضيف بيبقى النوع العمليه اسمها بوست، لما نكون بنعدل نوع العمليه اسمها بوت، اللي هي مقابل الابديت يعني، بكون بنحسب هي ديليت هنا وهنا، تمام. انا كل اللي عايز اعمله ببساطه جدا، عاوز اجرب على البرنامج بحيث ان انا اقدر اعرف اليو اس دي بكام، الجي بي بي بكام، عشان اعرف السعر كام دلوقتي في التاريخ كذا الى اخره، تمام كده. ده ممكن احنا نقدر نستدعيه ونشتغل عليه بحاجتين. الحاجه الاولى بالجيسون، لازم انا اكون مستخدم الجيسون عشان اتعامل مع البيانات دي. كل العمليات اللي بتتم كريست اي بي اي او كريست فور اي بي اي بتبقى رايح جاي، البيانات رايح جاي هي عباره عن جيسون، تمام، البيانات رايح جاي عباره عن جيسون. كانت زمان بتبقى عباره كلها رايح جاي عباره عن اكس ام ال، كانت بتسمى ويب سيرفيس، لما اتحدثت بقت جيسون بنسميها ريست فور اي بي اي بالشكل ده، تمام كده. طيب اللي هيتعامل بقى، اللي هيقدر يطلب يو ار ال زي ده، اند بوينت زي دي، ويقدر يجيب لك النتيجه ويتعامل مع اللي رايح واللي جاي ده، بنسميه دي لايبراري خاصه بالبايثون اسمها ريكويستس، اسمها ريكويستس، تمام. لازم، والريكويستس مش موجوده، مش بتنزل مع اصل البايثون، يعني لو انت عامل سيت اب عادي مش هتلاقي الريكويستس دي موجوده. طبعا مش بس ريكويستس اللي بتعمل عمليه انك تقدر تطلب اي بي اي من اي بي اي قيم وكلام زي كده، انا حبيت بس اجيب اي بي اي واقعيه موجوده اهي ومعروفه بحيث ان احنا نستخدمها، وفي الفيديوهات المسجله ان شاء الله في ايه، في احنا بموقع تاني اخر بيساعدنا فيه بناء الاي بي اي بتاعتنا، بتاعت الداتابيز يعني كشكل داتابيز، فهنعمل منه برضو الاد والابديت والديليت والعرض عموما بشكل ايه، بشكل عام. لكن المره دي انا بس عايز استخدم اي بي اي من اي بي ايز تكون واقعيه وموجوده في السوق، و
متعارف عليها ونقدر نستخدمها. ريكويست قلنا ده موديول، مش من اصل البايثون، يعني لازم نعمله سيت اب. احنا بنعمل سيت اب لاي باكج عندنا مش موجوده من خلال حاجه اسمها بي اي بي، تمام؟ اللي هو البايثون انستول باكجز، يعني او هو الانستول مانجر هو بي اي بي. ده احنا بنعمل سيت اب للبايثون كنا بنعمل عليه تشيك كده ان هو ينزل، وده معناه ان هو مسؤول عن لما تكون عايز تجيب اي باكج هو يقدر يجيبها لك وبشكل بسيط ومرتب، وبشكل بسيط ومرتب. فالبي اي بي ده هنستخدمه في ان احنا نقدر نعمل انستول للموديول بتاعنا اللي اسمه ايه؟ الموديول اللي اسمه ريكويست. وقلنا مش بس ريكويست بيعمل الفكره دي، في حاجات كتير، في موديولز كتير كلهم متشكلين، كلهم بيسووا بعض، بس هي بتبقى زي ما تقولوا ايه، شركات بتنزل او باكجز حد بيعملها ودي باكج حد بيعملها ودي باكج حد بيعملها الى اخره. قلت له ماشي انا عايز انزلها، فبخش على السيم دي عندي خلاص، وهو قايل له بي اي بي انستول وسبيس وحط اسم الباكج ده عموما، ده عيب عموما. بقول له ريكويست انا عايز اعمل بي اي بي انستول ليا ريكويست. طبعا لما بعمل كده هو خلاص هينستول ريكويست عندي، بحيث ان هي تبقى ايه، تبقى موجوده. طبعا وريني المسار اللي هو نزلت فيه، طبعا بيقول لي هي نازل اصلا عندك، ومديني على السي على يوزرز على مش عارف ابديت لوكال بروجرامز بايثون، بايثون مش عارف كام كام، جوه السايد باكجز هتلاقيها موجوده فيرجن كذا. فهو خلاص منزلها كل حاجه، انت هتنزلها بالشكل ده خلاص، يبقى الباكج دي كده كانت برضه اوفر انترنت، واحنا نزلناها من خلال البي ار، تمام كده؟ بقت موجوده، والجيسون موجوده في اصل اللغه، موجوده في اصل بتنزل مع البايثون.